إننا اليوم نجتمع في حفلنا لنكرم أشخاصا قد كرمهم الله بالعلم. يسرنا اليوم أن نكرم دفعة أخرى من نخبة أبنائنا الذين استحقوا جائزة أفضل مشروع تخرج بجامعة الملك سعود، وقدموا مشاريع رائدة تنبي عن مستقبل مشرق لبلادنا المبارك. والآن حان وقت تكريم المشاريع. مقدمة على دعم هذه المشاريع. كانت كلمتي ان الدخلة واثقة المركز الاول، وزي ما قلنا صارت.